Hello everybody, مرحبا بكم جميعا إلى درس رائع جدا اليوم، وحقيقة سيلامس مشاكل كثيرة عند كثير من الطلاب في اللغة الإنجليزية وسيحلها بإذن الله تعالى. فلذلك ركزوا معايا اليوم، إحنا اليوم هندرس موضوع اسمه كيف تسأل باللغة الإنجليزية الأسئلة المباشرة. الأسئلة المباشرة في اللغة الإنجليزية هي الأسئلة التي عادة تبدأ بالأفعال المساعدة. يعني الأفعال المساعدة في اللغة الإنجليزية كثيرة، مثل Are you, Do you, Can you, Have you, Did you, Will you, Is he, Is she, Can he, Can she, Could. هذه الأفعال المساعدة اللي عادة اللغة الإنجليزية أو قواعد اللغة الإنجليزية مرتبطة بها بشكل كبير، وتجد أنها موجودة في الكتب، في القراءة، في القواعد، في التحدث. الكثير من الناس يجدوا مشكلة في فهم هذه الأفعال المساعدة في عدة نواحي. اليوم هندرس كيف أنك أنت ممكن تستخدم الأفعال المساعدة عندما تسأل الآخرين أسئلة، وهي عادة تكون بهل. طيب، الأفعال المساعدة اللي أنا ذكرتها لكم Are you, do you, can you, have you؟ هي في أول السؤال تأتي موقعها في أول السؤال بمعنى هل. يعني أنا عندما أسألك do you يعني معناته هل أنت، can you برضو أيضا معناته هل أنت، و did you هل أنت. لكن الكثير من الطلاب يقول يعني ما الفرق ما بين do you, did you, can you, have you, will you؟ يعني معلش أنا حاب أفهم. لذلك درس اليوم سيكون جدا مهم لك وسيكون مرجع لك للمستقبل، فركز معايا في هذا الدرس قدر الاستطاعة، لأنه غير موجود في اليوتيوب وأنا لا أخبرك أنه غير موجود في اليوتيوب كنوع من الفخر لي، ولكن لكي تركز عليه قدر الإمكان، لأنه قد تكون يعني قد لن تكون لك فرصة أخرى حتى تفهم هذا الدرس. أنا عندي كلمة أو أسئلة حابك أنك أنت تساعد نفسك وتترجمها، وأنا سأصحح لك. الآن عندي هذا الجانب وعندي هذا الجانب، وسنبدأ من هذا الجانب. يكون مساحة بس. طيب، إحنا عندنا هذا السؤال الأول، هل تستطيع أن تترجمه؟ هل أنت نائم الآن؟ قبل ما أبدأ في نقطة حاب أوضح لك إياها، أنا تقريبا اخترت كلمة نائم. هل أنت نائم؟ هل تنام؟ هل نمت؟ هل تستطيع أن تنام؟ هل استطعت النوم؟ هل سبق لك أن نمت؟ هل ستتمكن من النوم؟ هل كنت نائما؟ هل ستنام؟ يعني أنا مختار فعل معين، لكن أنت ممكن أن تغير هذا الفعل إلى أي فعل آخر. إذا الموضوع ليس فقط موضوع واحد، إذا هو ممكن أن يتحول إلى مئات الأسئلة عن طريق فقط تغيير الفعل. ممكن تشرب، ممكن تجري، ممكن تشاهد، ممكن تأكل، أي فعل آخر. هل أنت نائم الآن؟ هل تستطيع أن تترجم هذا السؤال؟ الحقيقة أن الكثير سيخطئون، ولكن الترجمة الحقيقية هي Are you sleeping now؟ أحدهم قد يسأل لماذا؟ ليش يا أستاذ مراد أنت اخترت Are you؟ أنا ركزت ووضعت can you, do you. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، اعرف أن كل شيء في اللغة الإنجليزية تم وضعه وتكوينه وإنشاؤه لكي يستخدم استخدام محدد. يعني are you أو is he، هؤلاء الأفعال فقط مع الـ ing هو للسؤال عن هل أنت تفعل هذا الشيء الآن، للمضارع المستمر. من الواضح أن السؤال للمضارع المستمر، حتى لو لم تكن كلمة الآن موجودة طبيعي أنه السؤال يفهم هل أنت نائم الآن. يعني إذا اتصل أحدهم في شخص آخر فيعني جاوب على التلفون أو على الجوال، فيسأل هل أنت نائم، فيقول Are you sleeping? Are you sleeping? السؤال الثاني، هل تنام مبكرا؟ أحدهم يقول أي الأفعال المساعدة مناسبة يا أستاذ مراد؟ أيضا Are you؟ لا. طيب ليش؟ أنا كنت يا أستاذ مراد سأضع Are you. أنت اقنعني، معلش وضح لي لماذا ليست Are you؟ سأقول لك،
أيضا السؤال في أي زمن؟ السؤال في أي زمن؟ والله يا أستاذ مراد مش عارف. كيف مش عارف؟ هذا الزمن هو أنت عندك يا إما الزمن البريزنت كونتينيوس اللي بيحصل الآن اللي الآن استخدمناه، وإما مضارع بسيط الذي يحدث كل يوم، وإما ماضي في الباست سيمبل حصل، وإما سيحصل في المستقبل. فأي أي زمن؟ والله هذا يا أستاذ مراد يبدو لأنه في المضارع المستمر. لا، المستمر عندما يقوله الآن، لكن هذا في المضارع البسيط. طب كيف عرفت يا أستاذ مراد؟ هذا السؤال عام، عندما تسأل أسئلة عامة، هل تأكل البيض؟ هذا سؤال المسألك هي بشكل عام، هل أنت تأكل البيض؟ أنا لا أقصد الآن، الآن هل أنت تأكل البيض الآن؟ فستكون Are you eating eggs now؟ لكن أنا سؤالي لك بشكل عام، فعندما تكون الأسئلة بشكل عام تكون ب Do you ولا Does he Does she؟ هنا Do you sleep early؟ مبكرا يعني early. طيب أحدهم يسأل، يعني مش واضحة بصراحة بشكل دقيق، يعني ما الفرق بين Are you Do you؟ أنا أنزلت مقطع الفرق ما بين Are you بتسأل عن الشيء اللي بيحصل الآن، Do you عندما تسأل عن العادات اللي بيعملها الإنسان. أنا بسألك هل من بشكل عام أو بعاداتك أنك تأكل البيض من عادتك، هل من عادتك أن تنام مبكرا، هل من عادتك أنك يعني كل ما يعني باختصار كده عشان تسهلها على نفسك، Do you أنت بتسأل الشخص اللي أمامك هل من عادتك بشكل عام أنك تنام مبكرا. Are you sleeping now؟ هل أنت نائما الآن؟ هل نمت جيدا البارحة؟ من الواضح أن هذا في الماضي، فلا تتعب نفسك. الماضي متخصص ب Did you sleep؟ يا أستاذ مراد أحط إيدي أو أجعل الفعل هذا في لا، الفعل في الماضي دائما يكون في السؤال، وفي النفي الفعل يكون في حالة المصدر. أستاذ مراد معلش، حبة حبة علي كده، أنت ليش لم تغير الفعل هنا؟ أنا لما ترجمتها طلعت، ركز معي، هل نمت؟ نمت يا أستاذ المفروض هي تكون في الماضي. لا، في السؤال في الماضي والنفي يكون الفعل في حالة المصدر. ما معنى المصدر؟ أي أصل الفعل بدون أي إضافات، لا إيدي لا إينجي لا إيدي ولا أي شيء. صحيح أنت بالترجمة هل نمت؟ Did you sleep؟ ولكن هي أصلها تأتي Did you sleep؟ جيدا well البارحة yesterday أو last night. طيب احنا مركزين كلنا انه كل الاسئله تبدا بهل هل 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 هل، ولذلك انت ركز انه هل عن هل تختلف. فهنا ار يو غير دو يو غير ديد يو، خذ بالك وركز معي، الله يوفقك. هل تستطيع ان تنام لوحدك؟ ما هو الفعل المساعد المتخصص للسؤال عن الاستطاعه؟ خذ بالك معايا، اللي سامعه او اللي انا متخيل اسمعه يقول دو يو خطا، اللي يقول ديد يو خطا، الذي يقول ار يو خطا. ليش يا استاذ مراد؟ انا اخبرتك ان كل شيء محدد او مخصص لشيء. انت حاب تسال على الان فتستخدم ار يو از هي، بتسال على كل يوم على العادات بتقول دو يو داز هي، بتسال على الماضي ديد يو ديد هي، اي شيء في الماضي، هل اكلت هل شربت هل نمت. بتسال على الاستطاعه، هل تستطيع هل تقدر هل لديك المقدره. مين المتخصص في هذا الموضوع؟ كان. يعني الكان يا استاذ مراد، هذه كل ما حبيت ان انا اسال شخص هل تستطيع هل تقدر هل بمقدورك هل بمقدرتك اللي تحب، هو هذا السؤال السؤال عن الاستطاعه كان. طبعا سليم، ليش يصير مش سليبنج؟ اي انا بسمع، يعني بسمع الطلاب بيحط الاي ان جي عمال على بطال في اي مكان. الاي ان جي هو له مكان واحد فقط، هو في المضارع المستمر، انتهى الموضوع. لا تحاول ان تستخدم الاي ان جي بشكل متكرر، معاك فقط في البريزنت كونتينيوس او الباست كونتينيوس، الماضي المستمر او البريزنت بيرفكت كونتينيوس. وانا تكلمت على متى تستخدم الاي ان جي، عندي مقطع. بالمناسبة البعض يعني وجدتهم في التعليق يقول يا أستاذ مراد دروسك كثيرة وأنا مش عارف كيف أجد الدرس الفلاني. ركز معي، أنا قمت بترتيب الفيديوهات تبعي من 1 2 3 إلى آخر فيديو،
وهذا الفيديو ايضا ساقوم بترقيمه. طيب بس كثيره وانا مش عارف كيف، انت ما تدخل على قناتي على القناه تعلم الانجليزي مع مراد تحت الشاشه، اذا دخلت اليها تدخلك الى القناه تبعي. عندما تدخل الى القناه ستجد فيديوهات قوائم التشغيل، عندما تختار قوائم التشغيل ستظهر لك الفيديوهات في جميع فيديوهاتي مرتبه من واحد الى اخر فيديو، وستجد انه في فيديوهات مقسمه للمحادثه وللقواعد وللازمنه وكذا كذا. احدهم يقول انا دخلت على جميع فيديوهاتك بس مش عارف ابحث على الدرس الفلاني، يعني دروس كثيره. في عندك اداه البحث، يعني وانت بقوائم التشغيل اضغط مثلا الدرس واحد، اذا انت بتبحث مثلا على الدرس واحد، انا حابس مرات اتابعك من البدايه لحد النهايه، خلاص ادخل الدرس واحد، اكتب فقط كده في أداة البحث ستجدك في قوائم التشغيل فوق على اليسار الدرس واحد، واضغط سيظهر لك الدرس رقم واحد، الدرس اثنين، بتبحث على زمن المضارع البسيط، بتبحث على الدرس الماضي المستقبل، كله ستجده إن شاء الله موجود. نعود لموضوعنا، كان يسليب وليس سليبينج، بسمع كثير بيحط الـ ING عمال على بطال. هل تستطيع أن تنام لوحدك؟ اللون تمام؟ اللون لوحدك كان يسليب اللون؟ يعني هل تستطيع؟ هل استطعت غير هل تستطيع؟ واضح جدا أن استطعت بسألك على إيش؟ على الماضي. فمن الطبيعي الفعل المساعد المناسب هو could you. يعني يا أستاذ مراد أنا أخذها كذا عامة أنه كان يو هل تستطيع، could you هل استطعت. يا سلام، هي كذا بكل بساطة. عقلك هذا لابد أن يتم يعني مبرمجته أو تبرمجه أنت وتقسمه أنه مثل الريسبشن اللي شغال في فندق فلاني، كل مفتاح غرفة موضوع في مكان معين، أنت لابد أن تعمل نفس طريقة هذا الشخص الذي يعمل في الفندق أو الريسبشن. فإذا جاء الغرفة رقم 305 يعرف فين مكان 305 ويعطيه مفتاح. أنت لابد أن تعرف ما هو الفعل المساعد المناسب لجملتك أو لسؤالك. فأنا إذا سألتك على الآن Are you cooking? Are you sleeping? Are you كذا? Is he swimming? على الآن بسألك على كل يوم Do you sleep? Do you cook? هل تطبخ من عادتك؟ هل من عادتك أن تأكل البيض؟ هل من عادتك؟ أنا did هذه محددة للماضي، Did you go? Did you sleep? هل بسألك عن الاستطاعة في المضارع، هل تستطيع الآن أن تعمل هذا الشيء؟ Can you swim? Can you read? Can you cook? Could you هل استطعت؟ طبعا بتكمل نفس كان يسليب نفس اللون، كان يسليب اللون او could you sleep alone. هل تستطيع ان تنام لوحدك؟ هل استطعت النوم لوحدك؟ يعني امس نام الرجل هذا لوحده فجاء اليوم الثاني احدهم يساله انت قدرت؟ استطعت ان تنام لوحدك؟ والله ما شاء الله كويس، كلنا بننام لوحدنا. هل سبق لك ان نمت في سيارتك؟ هذا السؤال للاكياء او للطلاب مرحلة. هذا السؤال هل سبق لك أن نمت في سيارتك؟ هل سبق أن نمت في الصحراء؟ هل سبق أن نمت في السجن والعياذ بالله؟ هل سبق أن نمت مع حيوان؟ مش حيوان، حيوان بني آدم، حيوان حيوان يعني حيوان طبيعي، قطة مثلا. هذا السؤال ماذا يعني؟ هل سبق لك يعني كأن احنا باللغة العامية عندما نقول عمرك نمت لوحدك؟ عمرك نمت في السيارة؟ يعني هل سبق لك في عمرك كله؟ هذا السؤال مش موجود في حياتنا؟ موجود. عندما تريد أن تسأل هذا السؤال ما هو الفعل المساعد المتخصص في هذه النقطة؟ Have you ever وتجيب الفعل التصريف الثالث Have you ever slipped in your car؟ أحدهم يقول والله أنا بتخربط شوي. حبيبي الذي يقول أنا متخربط وقف الخربطة، أنت تصنع الخربطة لنفسك. أنا أقول لك سهل الموضوع وأقول لك وأحدثك بكل بساطة، أنت سؤالك إذا كان على الآن قل Are you? Is he? وضع ING مع الفعل، ركز على سؤالك، كون سؤال أنت الآن، ما هو سؤالك؟ إذا سؤالك على يوميا على العادات استخدم Do you ولا Does he ولا Does she. سؤالك على الماضي Did Did you, did he, did she. سؤالك على الاستطاعة هل تستطيع الآن can you. هل استطعت could you. هل عمرك في حياتك أن أكلت الكافيار.
هل سبق لك أن زرت لندن؟ هل سبق لك عمرك في حياتك أن قابلت مثلا الرئيس ترامب؟ Have you ever met؟ تصريف ثالث هنا، اللي مش فاهم التصريف الثالث عندي مقطع أيضا للتصريفات الثالثة. سهل الموضوع يا أخي، لا تنظر للموضوع بطريق صعب وتصعب على نفسك، ولا تبدأ، لا تبدأ هذا الموضوع، الخسران الوحيد أنت، إن صعبتها صعبتها على نفسك، وإن سهلتها أنت المستفيد الوحيد. تعال نكمل السلسلة هنا، وفي السلسلة أكثر تعمقا. هل ستتمكن من النوم في السيارة؟ هذا في اللغة العامية، يعني لما واحد يقرر إنه ينام في السيارة، فيجي أحدهم باللغة العامية يعني، فيقول له أو يسأله: أنت متأكد؟ هل هتقدر تنام في السيارة؟ هل هتقدر؟ هل هتستطيع؟ هل هتستطيع؟ يعني أنا كيف أجيبها هذه؟ هل هتستطيع؟ كيف أجيبها؟ ها؟ فكروا. هل طبعا الأذكياء حقيقة؟ هذه وهذه حقيقة للطلاب اللي هم يعني في المرحلة المتوسطة أو أعلى، ولكن معلش حاول نفكر مع بعض. هذه ستكون Will you be able to sleep in your car? عشان محدش بعدين يمسك علينا غلط، ال question mark دائما في نهاية السؤال يكون هذا هو الشكل الصحيح. أحدهم يقول: لا معلش يا سكرة، هذه عيد لي إياها. الله ينور عليك، الله ينور عليك وعلينا وعلى جميع المسلمين. أنت الآن كل ما حبيت أن تسأل هل تستطيع غير هل ستستطيع. هل تستطيع كان، لكن هل هتقدر؟ هل سيكون بمقدورك؟ يعني استطاع بس للمستقبل، فسيتغير السؤال إلى Will you be able to. Be able to هذه كلها معناتها كان، نفس كان تستطيع. الله سيد مراد ما أعرفها، أول مرة أسمع عنها. لا موجود، أنا نزلت لها مقاطع وهي يعني تستخدم نفس الكان، في لها دروس. بس على كل، أنت إذا الآن حبيت أنك أنت تحفظ هذا السؤال Will you be able to، هل ستتمكن، هل ستستطيع، خلاص احفظها كده. يعني أستاذ مراد أنا أحفظها كده، أنت أحفظها كده وريح بالك. هل هتقدر Will you be able to، هل هو سيقدر Will he be able to، وبس كده يا أستاذ مراد، بس كده يا عمي، فكها على نفسك يا عمي، بسطها إن شاء الله تتبسط. هل كنت نائم عندما اتصلت بك أمس؟ سؤال. أيوة يا أستاذ مراد، هذا اختار له إيش، are you ولا do you ولا did you ولا can you ولا could you ولا would you ولا will you be able to، ما انت خبطتها. طيب طبعا على فكرة كل هذا اللي انت بتشوفه الآن، إذا كان الطالب هذا لسه مبتدئ قد يجد الموضوع صراحة صعب، لكن صدقني بعد كذا ستجد المسألة بسيطة وستمارس وستعرف ما هو الأداة المناسبة لسؤالك. هنا هل كنت نائما، هذا من الواضح إنه هو ماضي مستمر. ليش؟ لماذا يعني past continuous؟ لأنه أنا بسألك على وقت محدد، هل كنت نائم عندما اتصلت بك، يعني تحديد وقت. واحد يقول أنا مش فاهم الفرق بين الماضي البسيط والماضي المستمر، موجود في قوائم التشكيل عندي في الفيديوهات، ادخل وشوفها. فسيكون الترجمة الطبيعية Where you sleeping when، هذه وين يعني بمعنى عندما، when I called you. أمس يعني yesterday أو last night. واحد يقول معلش يا أستاذ مراد، والله أنا محتاج بس كذا حبة حبة نركز مع بعض. طيب إحنا الآن لماذا اخترنا الماضي المستمر؟ لماذا قلت where you sleeping؟ لماذا أنا يعني أنا كنت متوقع did you؟ معلش يا أستاذ مراد يعني خذني على قد عقلي. لا إن شاء الله عقلك أكبر بإذن الله. did you هذا ماضي، الماضي متخصص فقط عندما تسأل بدون أن تقول عندما أو الساعة الفلانية. ركز معايا، الماضي مش أنا أخبرتك إنه في تخصص، الماضي متخصص فقط هل نمت البارحة؟ هل ذهبت؟ هل زرت؟ هل أكلت؟ هل شربت؟ هذا تخصصه. لكن الماضي المستمر اللي هو Where you sleeping؟ Was he cooking؟ هذا متخصص عندما يأتي مع when،
عندما حصل شيء فلاني أو الساعة الفلانية. فعليك أن تعرف التخصصات، ما الفرق بين الماضي المستمر والماضي البسيط. وإذا أردت أن تتعمق أكثر ابحث في دروسي عن الفرق بين الباست سيمبل والباست كونتينوس. هل ستنام لوحدك غدا؟ سؤال، هل ستنام لوحدك غدا؟ أحدهم يسأل واحد، هتنام لوحدك بكرة؟ هتنام، كلمة ها هذا مستقبل، فيهاش كلام. يعني أنت الآن من كلمة ستنام أو هتنام هذا مستقبل. يعني كيف عرفت أنه مستقبل؟ مو عندك كلمة غدا وعندك سأذهب، سأكل، هأكل، هذهب، هذه كلها مستقبل. أنت لازم تعرف الزمن، السؤال عشان تعرف تختار الزمن أو الفعل المساعد المناسب. فلذلك سنقول هنا ماذا؟ عندك طريقتين حقيقة. ممكن تقول are you going to sleep alone tomorrow؟ هل ستنام؟ أو عندك الطريقة الأخرى will you sleep alone tomorrow؟ أحدهم يقول ما الفرق بينها؟ يعني بينهما ما الفرق ما بين، أنا متى أقول are you going to؟ are you going to، أنا أنزلت مقاطع أيضا ما بين ال going to will وال going to هل أنت مخطط ومؤكد يعني، وال will هل سوف، بس يعني يكون الموضوع من غير تخطيط ومن غير تأكيد. طيب أيهما الأصح يا أستاذ مراد؟ والله الأصح are you going to، لأنه البريطانيين والأمريكان والإنجليز عندما يسألون بشيء أنت مخطط له، يعني أنا بسألك الآن أنت مخطط تنام لوحدك غدا، إذا are you going to sleep alone؟ لو قلت أنا will خطأ يعني بتمشي، قد يقول أحدهم will you go، will you study، will you sleep. طيب يعني أستاذ مراد الآن يعني عشان بس أرتب الأفكار عشان ما تتوه علي كده وما تخربط، أنا الآن سؤالي على المضارع المستمر are you is he، سؤالي على كل يوم do you does he، سؤالي على الماضي شيء حصل did you did he، على الاستطاعة can you، الاستطاعة المكر هل تستطيع، عفوا الماضي هل استطعت could you، هل عمرك أنا عملت الشيء هذا have you ever، هل هتقدر تعمل هذا الشيء will you be able to، will you be able to، will you be able to، will he be able to. لازم تتمرن عليها الكثير يعني جديدة عليه. هل كنت نائم، هل كنت تطبخ، هل كنت كذا where you cooking، where you sleeping، where you، أو تكون was he cooking، was he، هل ستنام أو هل سوف تنام أو هل سوف تذهب، هي إما are you going to ولا will you، ويعني أجيب الفعل أو أضع الفعل الذي أنا حاب أسأل فيه. بالضبط هذا متخصص للمستقبل، المستقبل إما are you going to ولا will you. طيب هنا هذا دحين وقفنا النوم، الآن أسئلة يعني تختلف عن النوم. أحدهم يقول لأحد هل كنت مريض البارحة؟ هل كنت مريض؟ يعني هل كنت مريض؟ أيوة. كيف أقول هل كنت؟ والله يا أستاذ مراد أنا مش عارف لها، يعني أنا شايف إنها السؤال في الماضي. ممتاز. طب أنا هضع لها ديد يا أستاذ مراد، صح؟ لا مش صح. طب أنا هضع لها are you، صح؟ لا مش صح. طب أنا إيش هضع لها؟ أنت عشان تمشي معك الأمور صحيحة، أنت حول هذه، حول هذا السؤال إلى جملة. يعني قل أنت كنت مريض، أنت you كنت ماضي are where، مريض sick، حولها إلى سؤال، حول هذه الجملة إلى سؤال، فتصبح اللي هو احنا حابين نسأل where you sick yesterday أو last night. أحدهم يقول يعني أنت الآن حاب تقول إنه where you، هل كنت بالضبط، يعني كيف جبتها أنا من الجملة أصلها أنت كنت مريض، فالسؤال منها أنك بتعكس where you sick، هل كنت مريض. يعني سمرات كل ما حبيت إن أنا أكون سؤال هل كنت في لندن، هل كنت في لندن where you in لندن، هل كان هو معك، هل كان هو معك was he with you، ليش يا مراد was وليش where، هي الwas ماضي is والار ماضي where. فأنا الآن لو أسألك هل أنت الآن في لندن سأقول لك are you in لندن، أنت الآن
رجعت من لندن وحاب اسالك هل كنت في لندن؟ اكيد انها غير الار الى وير. كيف عرفت استمرت؟ ما هي ماضي الار وير. وفي عندي دروس انا نزلت على افعال مساعده هتاكد لك الموضوع هذا بشكل اكثر يعني. طيب هل عندك مشاكل في العمل؟ هل عندك غير هل كنت غير هل ستنام؟ هل عندك المتخصصه اللي هي ايش؟ مع يعني واحده من الثنتين. إما تسويها جملة زي ما عملت، خلينا نقول أنت عندك مشاكل. You have problems at work. إيش السؤال منها؟ Have you. Have you ممكن تعكسها أو عندك do you have. كلاهما صحيح يا أستاذ مراد، كلاهما صحيح. Do you have problems؟ هل عندك مشاكل at work؟ Do you have problems؟ Have you got problems؟ وهي تقريبا نفس الموضوع، لن يكون هناك فرق. يعني سيد براد هل عندك have you ولا do you have؟ صحيح. هل كنت where you؟ صحيح. هل سوف تعمل الشيء الفلاني are you going to ولا will you؟ صحيح. هل كنت يعني نائما where you sleeping عندما تسأل وقت محدد؟ هل ستتمكن will you be able to؟ صحيح. حقيقة هذه الجهة يعني نقدر نقول المرحلة المبتدئة، هذه الجهة المرحلة المتوسطة، لذلك خذ بالك انه انت تحتاج انك تعيد الدرس أكثر من مرة. آخر سؤال، هل كان يوجد طلاب بالفصل البارحة؟ الكثير سيضرب أسداس في أخماس في خربطة، ولكن اتبع طريقتي. أنت جيبها جملة أو ضعها في البداية جملة ثم حولها لسؤال. كيف يعني يا أستاذ مراد؟ يعني شيل كلمة هل وقول كان يوجد طلاب بالفصل. إيش معنى كان يوجد؟ كان يوجد there were there are يوجد، لكن there were كان يوجد students، كان يوجد طلاب in the class في الفصل yesterday. حولها إلى سؤال، إيش هتصبح؟ where there، وتكمل سؤالك زي الفل. خليني أكون معاك صريح وأكون معاك واقعي، هذا الموضوع لن يؤخذ بيوم واحد، انت اهم شيء انك فهمت العمليه او فهمت السر او فهمت الطبخه او فهمت الشغله كامله. بعد كذا انت هتحتاج انك تشتغل على نفسك بجمل وتعيد وتكرر وتعيد وتكرر. وكما اخبرتك يعني هي الان تبدو ان هي 12 زمن انا وضعت يعني 6 و6 هي 12 زمن. واخترت انا تقريبا اغلب الجمل اللي اخترتها هي على النوم. ولكن صدقني أنت غير كلمة النوم وغير كما تريد أفعال سيتحول معك الموضوع. حقيقة أنه أغلب الأسئلة تقريبا 90% من الأسئلة هي في هذا الدرس، في هذا 12 زمن اللي أنا يعني بدرسك إياه الآن. أنت إذا أردت أن تسأل أي شخص في الغالب 90% لن تخرج عن هذه الدائرة. فتريد أن تقول له هل أنت نائم الآن؟ هل أنت تأكل الآن؟ هل أنت تطبخ الآن؟ هل هي تسبح الآن؟ هل هو يشاهد التلفزيون الآن؟ فعليك أن تعرف ما هو الفعل المساعد المناسب. خليني كذا أعطيك باختصار كذا الزبدة اللي أنا حاب توصل لها. أنت الآن في عقلك أو في رأسك سؤال وحابك أنك أنت الآن تركز بعد الدرس هذا كله. السؤال كالآتي، خليني أتأكد أنت فهمت درسي ولا لا. كيف تقول لواحد هل كانت هي معك؟ هل كانت هي معك؟ ما هو الفعل المساعد القريب لهذا؟ هل كانت هي معك؟ ها؟ هل كنت مريض؟ هي هذه where you، لكن الفعل المناسب was she with you، إذا هو قريب لهذا. طيب أنا حاب أسأل أحدهم سؤال، هل تدرس اللغة الإنجليزية؟ ما هو الترجمة الصحيحة؟ سؤال أحدهم يسأل آخر، هل تدرس اللغة الإنجليزية؟ ما رأيك؟ ما هو القريب لهذا الموضوع؟ Do you؟ لماذا؟ لأن أنا بدرس. هل تدرس بشكل عام؟ طيب هل درست اللغة الإنجليزية؟ Did you؟ هل تدرس الآن؟ Are you studying؟ هل تستطيع أن تدرس اللغة الإنجليزية لوحدك؟ Can you؟ هل استطعت أن تدرس اللغة الإنجليزية؟ Could you؟ هل سبق لك في حياتك أن درست اللغة الإنجليزية مع مدرس أمريكي أو بريطاني؟ Have you ever؟ وطبعا الكلمة في التصريف الثالث Have you ever studied؟ هل ستتمكن من دراسة اللغة الإنجليزية؟ Will you be able to study English
in London alone, في لندن لوحدك. وعلى هذا الحال خذ بالك انه الدرس قوي جدا واقوى مما تتخيل. فلا يعني من الاشياء اللي قد يعملها الطلاب بشكل خطا ان يشاهد الفيديو مره واحده. معلش انت اعمل مره ومرتين وثلاث وارجع حتى تتغلغل في اعماق هذا الموضوع لانه يستاهل. هذا الدرس حقيقه يعني اختصار لدروس كثيره جدا وهي تلامس بل تعالج اكثر مشاكلك في قواعد اللغه الانجليزيه. اتمنى انه يكون الوقت المقطع استفدت منه، يمكن الوقت صراحه اخذنا، ولكن انا لا يهمني قدر ما يهمني انك انت تستفيد وتستوعب الدرس وتفهمه. لا تنسى الاشتراك ولا تنسى انك انت تشير الموضوع مع زملائك عشان يستفيدوا منه. Thank you very much. Good luck. حظا موفقا. See you soon. Hello everybody. مرحبا بكم جميعا الى درس جديد في اللغة الانجليزية، ودرس اليوم ايضا يساعدك على ترجمة افكارك من اللغة العربية الى اللغة الانجليزية، وستحصل على معلومات رائعة جدا تفيدك في اللغة الإنجليزية. حقيقة عندنا يعني بعض الكلمات أو بعض الجمل نريد أن نترجمها من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، وأريدك أن تتخيل أنك يعني تريد أن تقول هذا الكلام، وهذا الكلام في رأسك فتريد أن تحوله من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. أحدهم قد يقول أرني أخطائي من فضلك. طبعا أنت ممكن تغير هذه الجملة، يعني أنت لا تعتبر مثلا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 مثلا سبع جمل، لا تعتبرها سبع جمل، اعتبرها 30 40 50. لأنه ممكن تقول أرني أخطائي، أرني مثلا شقتي، أرني بيتي لو سمح، أرني يعني بيتك إذا أنت ضايع، يعني أرني مثلا الفندق الفلاني، يعني وريني أو يعني اعرض علي. لا تتأكد من أن الباب مغلق، تتأكد من أن السيارة تم إيقافها، أنها يعني مطفأة غير شغالة، تأكد. كيف تقول كثير من الأشياء؟ أرني أخطائي من فضلك، هذه كيف تقولها؟ أرني. Show me my mistakes please من فضلك. أحدهم يقول لماذا يعني اخترت أنت مثلا شو مي؟ شو هو أن تري أحدهم شيء أو تعرض عليه، فشو قناة شو تايم أو قناة العرض يعرض، هو يعرض لك أو يبين لك أخطائك. فركز أنك تقول شو مي بعدين جاءت ماي. الفرق ما بين المي أنه أوبجكت فيأتي قبله فعل، مفعول به يأتي قبله فعل، لكن الماي هو تمليك فيأتي بعده اسم، ومستيك يعني اسم اللي هو اخطاء، وتجمعها هنا my mistakes. show me my mistakes please، ارني اخطائي. طب ارني شقتي، show me my apartment please. ارني اخي، يا اخي وريني اخي، عرفت يعني اين هو، انت مختطفه او اخذته عندك، او show me my room يعني اعرض لي غرفتي. وعلى هذا الحال تاكد من ان الباب مغلق، انت تريد ان تقول لواحد تاكد، أكيد هو شور، لكن تأكد ميك شور. طيب من أن ذات، ميك شور ذات ذا دور إز كلوزد. لماذا أضفت الإي دي؟ خذ هذه المعلومة التي إن شاء الله ستفيدك. أغلب الصفات هي تكون منتهية بإي دي. أنت إذا أضفت للفعل إي دي أصبح بشكل صفة. أحدهم يقول أنا اللي أعرفه أن أنا أضيف الإي دي بس فعل، يصبح الفعل ماضي. كلامك صحيح، مثل كلوز يغلق، كلوز أغلق. ولكن التصريف الثالث أيضا كلوز، فعندما أنت تضع الفعل كلوز مضارع، كلوز أغلق، كلوز، أنا أقصد هذا التصريف الثالث، فيصبح صفته أنه مغلق. تأكد من أن الباب closed مغلق. يعني تقريبا أستاذ مراد كل الأفعال، معظم الأفعال عندما تحولها إلى تصريفها الثالث تصبح على شكل صفة. طيب فعلت كل ما بوسعي لأقنعه لكنه عنيد. في أشخاص كذا فعلا تحاول تقنعه لكن
فعلت كل ما أقول يعني I did my best. حاول أن تستخدم هذا التعبير يعني عندما أحد يكون مثلا يحدثك تقول له أنا أعمل كل ما بوسعي I do my best أو I am doing my best أو I did my best عملت كل ما بوسعي لكي أقنعه to convince convince هو الإقناع convince لأقنعه convince من convince him لكي أقنعه ولكنه عنيد but he is stubborn اللي هو عنيد صفة he's stubborn عنيد هذا الشخص إذا I did my best عملت كل ما بوسعي to convince him لكي أقنعه but he's stubborn ولكنه عنيد مهما فعلت فلن أسامحك أنت مهما فعلت فلن أسامحك مهما فعلت whatever you do مهما أنت فعلت whatever you do I will not أيوة forgive هو يسامح whatever you do I will not forgive you لن أسامحك سوف لن أسامحك أو لن أسامحك هتكون في المستقبل I will not forgive you مهما فعلت فلن أسامحك طب ليش استخدمت أنت المستقبل يا سمران لأنه أنت بتكلمه كأنك تقول له مهما عملت أنا مش هسامحك فلن أسامحك هي للمستقبل فلن أسامحك طيب مهما فعلت هي whatever معناتها مهما نعم whatever you eat مهما أكلت مش هتسمن whatever you run مهما جريت مش هتخس whatever you do مهما عملت أنا مش هعطيك المال أو مش هسامحك وهذه من التعابير اللي ممكن تستخدم بشكل كثير بسببك خسرت وظيفتي عندنا بسبب هي كلمة because أغلب الناس تعرف because معناتها بسبب أو لأن لكن بسببك أنت مش أنت يعني بشكل عام يعني فتكون because of you لما يقول إيش هذه of بس تعود عليه بشكل هذا تكتب because of you بسببك because of علي بسبب علي because of the disaster بسبب الكارثة because of the يعني بسبب الوظيفة أنا تأخرت because of my job because of my مثلا landlord بسبب صاحب العمارة يعني هذه مهمة الكثير يعرف فقط لأنه because لكن لا يعرف أنه because of بسبب كذا because of you خسرت وظيفتي I lost my job يا أخي بسببك أنا خسرت وظيفتي تمام؟ because of you I lost هو أصلها lose فالماضي منها lost I lost my job فقدت وظيفتي إنني أبحث عن عمل يعني عملية البحث عادة تكون إيش؟ I am looking for a job طبعاً looking for a job في المضارع المستمر يعني في الاستمرارية ما زال الأمر لم يتوقف فلذلك أنا أبحث عن عمل للمضارع المستمر حتى قد يقول لماذا لا تقول I look for a job لماذا استخدمت المضارع المستمر الآن يعني المضارع المستمر للشيء اللي هو فقط لفترة مؤقتة يعني أنت مش عمرك كله تبحث عن عمل أنت لفترة مؤقتة إلى أن تبحث تجد عمل ثم تتوقف فمن الاستخدامات المضارع المستمر أنا تحدثت عليه قبل كذا إنه المضارع المستمر اللي هو ING يستخدم للآن أو للمستقبل أو للشيء الذي يحدث لفترة مؤقتة وهذا الموضوع فقط لفترة مؤقتة أنا أبحث عن عمل لفترة مؤقتة إلى أن أجد العمل ثم يتوقف البحث أرجو أن تذكرني بموعدنا مع الدكتور أنت أحيانا تقول لأحدهم أرجوك ذكرني ها لا أنا من طبيعتي أنسى أرجوك ذكرني ذكرني غير يتذكر البعض يقول remember لا remember يتذكر أنت تتذكر لكن يذكر أحدهم يذكر الآخر فهو remind فأرجو أن تذكرني فتقول أحدهم ممكن تستخدمها مثلا can you
remind me. Can you remind me, please? Or remind me about موعدنا, about our appointment with the doctor, with the doctor, please. شوف please جاءت هي نفسها أرجو. طيب استمرار, أنت ليش ترجمتها can you remind me؟ شوف أنت بتطلب طلب من شخص وحاب أن يكون الطلب هذا بشكل مؤدب, فممكن تقول له can you ولا could you. يعني أنا شخصيا بستخدم could you, وأحيانا بستخدم please. يعني هنا مثلا could you please remind me, يعني هذه طريقة أخرى. Could you please remind me about our appointment. Appointment هو موعد, يعني نحن نتصل إلى شخص أو دكتور أو مدير وتريد أن تقابله, فمن الطبيعي أن يقول لك do you have an appointment, do you have an appointment. هل لديك موعد مسبق, يعني حجزت موعد, أنت عندك موعد مقابلة, هل عندك؟ لا, I don't have an appointment. إذن نسوي لك أو نعمل لك appointment, موعد. إذن can you remind me about our appointment with the doctor, please. أرجو أن تذكرني بموعدنا مع الدكتور. إذن remember يتذكر, لكن remind يذكر. لا تنسى هذه المعلومة. أتمنى أن تكون استفدت من الموضوع, وأنت ممكن كما أخبرتك تغير الموضوع, ممكن تذكرني بموعدنا, تذكرني بالوظيفة, تذكرنا أن نزور, تذكرني بسببك, بسببها, بسببهم, إنني أبحث عن عمل, أبحث عن طفلي, هي تبحث عن زوجها. يعني الكلمات هذه لا تأخذها فقط كترجمة واحدة, أنت ممكن تغير الكلام. فقط يعني خذ الصيغة, ومهما فعلت, مهما أكلت, مهما شربت, فعلت كل ما بوسعي أقنعه, فعلت كل ما بوسعي لكي أحصل على المال, لكي أحصل على الوظيفة, لكي كذا. فممكن أن تغير هذه الجمل والعبارات إلى أشياء أكثر ومختلفة. أتمنى أن تكون استفدت من درس اليوم, ويعني تستخدمها أنت في حياتك. لا تتوقف فقط أنك أنت تحفظ الدرس, لا, حاول أن تستخدمه في حياتك, في الإيميلات, في التحدث. لا تنسى الاشتراك, ولا تنسى أن ترسل مع زملائك يستفيدوا منه, ويدعوا لي ويدعوا لك إن شاء الله بالخير. Thank you very much. Good luck. حظا موفقا. And see you soon. أراكم قريبا. Goodbye.